كم من محافظة كركوك مطعم أمسي سموكت باوع البيتزا وخبطناها ويا من اللحم المدخن ألف عافية ليخبل حميد حطينا واحدة من هاي البيتزا مثلثة حطنا ويا هذا لحم العجل وصدت عافية لك عيني باع اللحم عافية حمود يريده بس لحم بدون أيه. شعم شوية عسل حمودي خليك عليه عسل اخبط اخبط لا تخاف نزل العسل الجبلي مال كركوك هاي الطيبة نسيت اسمها مو خاف شطة دير بالك لا باربيكيو هاي باربيكيو هاي باربيكيو امسي سموكت من مطعم امسي سموكت زين هاي المن هاي اللي هاي لحمة يتلابس الكفوف ومرتدي الشفقة مع رجال الكابوي اي باو اذا حارة اضربها بيبسي من هذا مال خلاط عافيات عافيات بويا حميد ابراهيم ارحمني اعطيه بيزة كبيرة عافية جيب له هاي اللحمة الدبل لين هو طوله مترين كابتن ها ليش مو الدجاج بصبر حسن نضرب دجاج بخلنا نضرب له اللحم اويلي اللحم الشهي يلا ابراهيم يا صوص عسل تريد لو شنو شنو الخطأ هم آلاف مؤلفة صوصات كلهم طيب كلهم طيبات حطله خلينا نجرب هاي شو لونها عجبني ما ادري ويلي شو يسمونه؟ هذا صوص امسي هذا الخاص مال صوصي باع 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 البهارات خوط البهارات ما تلقاها بس بالافلام طبعا روح اخوي هاي رتب لي اياها يلا ابراهيم احكي لنا شنو شعورك؟ الف عافيه محامي وضرب لحم مدخن في مطعم امسي سوي لي وحده على ذوقك بس مو لحم اريد دجاج اريد دجاج واريد الفقد على مود ينبلع لا كلهن ها اي ناحيه اي ناحيه بس واحد دجاج ما وقع اللحم ما عقبه هم هم عندهم هذا الصمون عباله كيك سلطات هاي خطيه ما حد يحكي عليها هسه نحكي عليها الهمبرجر جاي تعاني هاي ما حد يحكي عليها خلينا من هاي الصلصه هاي الصوص ما تخلص عافيه عافيه بحمودي الوريد روح كابتن هاي لك هسه صورني مش حطيت دور الموبايل مش كان أراضينا بسم الله الرحمن الرحيم من مطعم أمسي سموكت تريد دجاج مدخن تريد لحم عجل عراقي يعني مو عن هاك حبيبي ألف عافية جرب لي هاي كابتن تعبت علي هاني وتخبض ألف عافية وأحلى رماش من مطعم أمسي سموكت أحميد عندهم بيبسي كوكا كولا اقطع حبيبي